حنا فحنا ملي صاحب جلالة عطى توجيهات ديالو باش يداو هذاك السجل الاجتماعي الموحد، حيت هاد المعاونة خصها تمشي للناس الضعفاء اللي فعلا كيستحقوها، ويكون المعيار الوحيد هو شكون اللي كيستحق، ماشي اللي عاونك واللي صوت عليك. وحنا كنشتغلوا في هاد الحكومة باش السجل الاجتماعي يخرج للوجود ان شاء الله. راه المغاربة كيفرحوا ملي جلالة الملك كيعطي التوجيهات ديالو السامية من أجل الاهتمام بالطبقات الهشة. جلالة الملك هو اللي عطى التوجيهات ديالو باش خرج برنامج ديال الرميد للوجود. جلالة الملك هو اللي عطى التوجيهات ديالو في 2018 باش نصحوا المسار ديال البرنامج ديال الرميد. والملك هو المؤسس، وما يقولش لكم شي كلمه شي واحد اخر، هو المؤسس ديال صندوق التماسك الاجتماعي واللي هو فيه الدعم ديال الارامل. وجلاله الملك محمد السادس، محمد السادس، محمد السادس. جلاله الملك هو المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط المغربي الأخضر والفلاحة التضامنية، المشروع ملكي، والفضل في نجاح هذا المخطط كيرجع لسيدنا الله يسوه والتعبئة ديال الأراضي السلالية لإنجاز مشاريع جديدة، هي كذلك مبادرة سامية لجلالة الملك. واليوتيز هو مخطط ملكي على سهل باش تعمم التغطية الصحية على جميع الصيادين، ما سهلاش. وبالفضل ديال التتبع ديال سيدنا الحمد لله كتعرف بلادنا الحمد لله اصلاحات مهمه، والحكومه نفذات التوجيهات الساميه، والاحزاب ساهمت في اغناء النقاش حول هذه البرامج كلها باش تنجح بالشكل اللازم.